بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان، أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية. نحب نعرض مع بعض منهجنا خلال هذا الشهر، وبنقول إن منهجنا من الوحدة الثانية وعنوانها عالم بلا حدود. كان عندي في القراءة موضوعين، نور والجغرافيا، ومن قصص القرآن الكريم، وعندي الفصول المقررة من قصة فاتح إفريقية أو عقبة ابن نافع، الفصول 12 و13 و14 و15. كان عندي في النصوص موضوعين أيضا، التعاون وكن بلسما، وكل منهما نص شعري، الأول كان للحفظ والثاني للدراسة. الموضوعات النحوية كان عندي اتنين، الفعل اللازم والمتعدي، والفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول ونائب الفاعل. النهاردة إن شاء الله معدنا مع فصل جديد من قصة فاتح إفريقية أو عقبة ابن نافع. عدنا مع الفصل 13 وعنوانه معركة المصير. هدفنا خلال هذا الفصل معركة المصير، بنقول في نهاية هذا الدرس ليكون المتعلم قادرا على تحقيق 3 أهداف: المعرفي والوجداني والمهاري. المعرفي يتمثل في معرفة أهمية الإيمان بالله، والوجداني الشعور بضرورة شكر الله على نعمه، والمهاري قراءة الموضوع قراءة سليمة ومعبرة. مضمون أحداث الفصل بتاعنا، بقول لك بتدور أحداث هذا الفصل حول زحف عقبة ابن نافع إلى أدنة التي احتشد أهلها خارج مدينتهم عند وادي سهر، لأنهم علموا خطورة هذه المعركة وانطلاق عقبة للقاء العدو الذي أصابه الفزع بعد أن التحم الجيشان في قتال شديد، وأظهر عقبة وجنوده من الشجاعة والمهارة ما حقق النصر للمسلمين، فأصبح الطريق إلى طنجة ميسورا. زي ما احنا ملاحظين ان الكلمات الملونة باللون البنفسجي دي عبارة عن أسماء مناطق أو بلاد في بلاد المغرب العربي: أدنة، وادي سهر، وطنجة. نشوف بقى عناصر بتاعنا. عندي العنصر الأول الزحف إلى أدنة، بعد كده استعداد أهل أدنى لمواجهة الجيش الإسلامي، وبعدها عقبة يشعل الحماسة في الجيش، الرعب يسيطر على نفوس الأعداء، تشجيع نساء العدو لجنودهم، النصر يتحقق للمسلمين، وآخر عنصر استراحة الجيش قبل السير إلى طنجة. أحداث الفصل بتاعنا في صورة سؤال وجواب زي ما احنا متعودين، وبقول لك السؤال الأول: ماذا قرر سكان أدنى عندما علموا بزحف عقبة؟ سكان أدنى أول ما عرفوا إن عقبة جاي لهم بالجيش عملوا إيه؟ هنقول مع بعض: قرروا أن يدافعوا عن المدينة إلى آخر جندي منهم. بالتالي كيف استعد سكان أدنى لملاقات عقبة؟ عملوا إيه؟ احتشدوا خارج المدينة في مكان اسمه وادي سهر، وقسموا أنفسهم كتائب، يقود كل كتيبة منهم ضابط من خيرة الضباط في الرومي والبربر، وأعدوا كذلك جيشا من النساء لتشجيع الرجال على منازلة
المسلمين، دي كانت حاجة جديدة وسابقة لم يسبقهم فيها أحد. طيب لماذا كان تصور عقبة وسكان أدنى للمعركة تصورا بالغا؟ كل واحد فيهم عمل تصور للمعركة، وكل واحد فيهم كان التصور بتاعه اللي هو تخيله ده كان تصور بالغ. نشوف الإجابة مع بعض. هنقول بالنسبة لعقبة، هنقول لأنه كان يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل الجهاد في المنطقة كلها، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى لسكان أدنى، هنقول لأنهم كانوا يعلمون خطورة هذه المعركة، فإما أن يسأروا من المسلمين وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم. والجديد، كيف حمس عقبة جيشه للقاء العدو؟ كيف حمس عقبة جيشه للقاء العدو؟ قل مع بعض: ذكرهم بنصر الله تعالى للمسلمين في معارك عدة كان المسلمون فيها أقل من المشركين عددا وعدة، وطلب منهم أن يصبروا وألا ترهبهم كثرة عدوهم. شوف سؤال جديد: لماذا اهتزت ثقة الروم والبربر في أنفسهم برغم الحشود اللي هم كانوا فيها دي كلها؟ ليه ثقتهم اهتزت؟ نقول مع بعض: لأنهم لمحوا غبار جيش المسلمين من بعيد يسد الأفق، ورأوا بريق أسلحتهم يتوهج في الفضاء، فتذكروا ما جرى لهم على أيدي المسلمين في السابق. شايفين برغم كل الأعداد بتاعتهم دي اللي هم فيها، لكن أول ما لمحوا غبار المسلمين من بعيد وشافوا بريق الأسلحة بتاعتهم افتكروا بقى اللي حصل لهم قبل كده في المعارك السابقة والتي كان النصر فيها حليفا للمسلمين. طيب ماذا فعل الضباط لإعادة ثقة الجنود بأنفسهم؟ نعمل إيه بقى؟ أول ما شافوا الروم والبربر النصر في صف المسلمين، تسلل فريق منهم ناحية النساء وأمروهن بتحفيز الرجال على القتال وتشجيعهم على الدفاع عن أرضهم وعرضهم. قالوا للنساء بقى: الحقوا رجالتكم وروحوا بقى ايه، شجعوهم علشان يمكن يكون في امل في قلب الموازين. صف المعركة التي دارت بين المسلمين وسكان أدنى. التحم الجيشان في قتال مرير، أظهر عقبة خلاله من البسالة والجرأة ما خلع قلوب الأعداء من الرعب، وأبدى المجاهدون المسلمون كل مهاراتهم الحربية حتى فر الأعداء هاربين إلى مدينتهم. طيب ما النتائج المترتبة على معركة المصير؟ المعركة دي بقى إيه النتائج اللي ترتبت عليها؟ أول حاجة، غنم عقبة وجيشه من هذه المعركة مغانم كثيرة وأنهى مقاومة البيزنطيين تماما، واطمأن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقعة في طريقه حتى طنجة أصبح أمرا ميسورا. يبقى كانت النتائج مش في المعركة الفاصلة اللي هم كانوا فيها وبس، لأ ده كان كمان أثرها ممتدة إلى كل البلاد الواقع في طريقه إلى فتح طنجة. الله أكبر. طيب ماذا طلب عقبة من جيشه بعد النصر ولماذا؟ طلب عقبة من الجيش أن يأخذ قسطا من الراحة. ليه؟ حتى يستطيع استئناف السير إلى طنجة. نشوف بقى مفردات هذا الفصل. المفردات معانا المرة دي كتير شوية ونخلي بالنا فيها مع بعض. الذئب
دي عبارة عن أرض وجبال في الجزائر على حدود الصحراء الكبرى موجودة إلى الآن. زحف معناها تقدم وعكسها تراجع وتقهقر. احتشدوا معناها اجتمعوا وعكسها تفرقوا. الكتائب فرق من الجيش ومفردها كتيبة. خيرة بمعنى أفضل وعكسها أسوأ. يسأر ينتقم وعكسها يعفو ويصفح. بالغا عظيما وعكسها هينا. منازلة هي المقاتلة، الرهيب المخيف والصعب. تنبض بالإيمان، المراد تحس وتشعر. البأس هو القوة والشدة وعكسها الضعف. المتأهب المستعد وعكسها المتضاخي. العتاد أسلحة الحرب وغيرها وجمعها الأعاتدة. ضئيلا قليلا محدودا وعكسها ضخما وجمعها ضئال. خضنا معناها دخلنا. يروع أو يروع بمعنى يفزع عكسها يطمئن. بطارقة هم قادة الرومان ومفردها بطريق. يلمحون معنى يبصرون بنظر خفي. الأفق منتهى مد البصر وجمعها آفاق. يتوهج بمعنى يلمع وعكسها يخفت. طاف بخلدهم خطر ببالهم. تزعزعت اضطربت عكسها ثبتت. تفتر بمعنى تضعف وعكسها تقوى. يبثون يبعثون. الحمية هي الأنفة والعزة. سائغة معناها سهلة. التحم اشتبك وعكسها انفصل. البسالة الشجاعة وعكسها الجبن. أبدى بمعنى أظهر وعكسها أخفى. تقهقر الأعداء بمعنى تراجعوا مهزومين وعكسها تشيعهم بمعنى تودعهم وعكسها تستقبلهم. قسطا بمعنى نصيبا وجمعها أقساطا. يستأنف يبدأ ويواصل عكسها يتوقف. منحه أعطاه عكسها حرمه أو منع. كده يبقى خلصنا المفردات ونقول ماذا نتعلم من هذا الدرس. نقول مع بعض: نتعلم أن المسلمون لا ترعبهم كثرة أعدائهم. نتعلم أن شجاعة القائد في المعركة من أهم عوامل النصر. نتعلم كمان حاجة مهمة، ضرورة الأخذ بالأسباب لتحقيق النصر. ونتعلم أن شكر الله على نعمه واجب وحتمي. آخر حاجة نتعلمها ثقة المسلمين في تحقيق نصر الله لهم. نشوف تدريبات. اختر الصواب مما بين القوسين ونقول مرادف: احتشدوا، اجتمعوا، شاهدوا، وقفوا، قاتلوا. مرادف: احتشدوا، اجتمعوا. برافو عليك. مضاد: يسأروا، يقتلوا، ينتقموا، يرفعوا، يصفحوا.
يس ارو، علشان نعرف عكسها لازم نعرف معناها. معناها ان احنا ناخد بالقصاص او ننتقم من الايه لينا عنده مشكلة، يبقى عكسها. برافو عليكم، يصفحوا. جميل. احتشد سكان أدن في مكان خارج مدينتهم اسمه، المكان ده يا ترى كان اسمه ايه؟ وادي سمر، وادي سقر، وادي سهر، وادي سحر. طبعا الاسم بتاع هذا المكان وادي سهر. برافو عليك. كانت الراحة بالنسبة لعقبة فيه، لما طلب منهم ان هم ياخدوا الجنود بتوعه ياخدوا قسط من الراحة، الراحة دي كانت ايه بقى بالنسبة له هو؟ أداء الصلاة، جمع الغنائم، توزيع الغنائم، الاحتفال بالنصر. كانت الراحة بالنسبة لعقبة في أداء الصلاة. برافو عليك. ملخص بتاعنا بقى، تناولنا في هذا الدرس زحف عقبة ابن نافع إلى أدنى التي احتشد أهلها خارج مدينتهم عند وادي سهر، لأنهم علموا خطورة هذه المعركة وانطلاق عقبة للقاء العدو الذي أصابه الفزع بعد أن التحم الجيشان في قتال شديد، وأظهر عقبة وجنوده من الشجاعة والمهارة ما حقق النصر للمسلمين، فأصبح الطريق إلى طنجة ميسورا. أنا في رأيي أن هذا الفصل من أجمل فصول القصة كلها. ليه بقى؟ لأن عقبة في هذا الفصل كان تقريبا كده بيعيد فتح هذه البلاد من أول وجديد. ليه؟ علشان كان في بعض البلاد مع الأسف ارتدت عن الإسلام ونقضوا عهودهم مع المسلمين، فكان عقبة بقى قدامه يعني مهمة فاصلة، علشان كده سمينا المعركة في هذا الفصل بمعركة المصير. وعقبة بقى بدأ أول ما بدأ بأدنى، وفوجئ بأن أهلها محتشدين خارج المدينة بتاعتهم في مكان اسمه وادي سهر. ليه؟ علشان يواجهوا عقبة ويتقاتلوا مع بعضهم. وكان كل واحد من الفريقين، جيش عقبة وجيش البربر اللي اتحد مع الروم، كان كل واحد له تصور في هذه المعركة. عقبة تصور تصورا بالغا في هذه المعركة، وقال هذه المعركة هتكون معركة فاصلة، معركة مصير زي ما قلنا، علشان يا إما المسلمين ينتصروا ويبقى كده بقى بلور الجهاد من أول وجديد، وخلى شوكة المسلمين تقوى في هذه المنطقة من جديد، يا إما لا قدر الله إذا انهزم المسلمين، كان في تخيله كده، يبقى كده موضوع الجهاد كله مات في هذه المنطقة. وبالنسبة للفريق بقى عند البربر والروم، كانوا عارفين ان هم هذه المعركة برضو معركة فاصلة، اما ان هم ينتصروا على المسلمين ويسأروا لأنفسهم، واما انهم ينهزموا ولن تقوم لهم قائمة مرة اخرى. بالفعل لما انطلق عقبة مع جيشه للقاء العدو، كان الرعب من نصيب البربر والروم، لمجرد انهم لمحوا غبار جيش المسلمين. جيش المسلمين طبعا وهم جايين من بعيد للمكان اللي هيتقابلوا فيه اللي هو وادي سهر، الخيول طبعا بتجري على الارض فبتثير زوبعة من الغبار. مجرد ان البربر والروم لمحوا هذا الغبار اصابهم الفزع والرعب. ليه بقى؟ افتكروا بقى الأحداث الماضية والمعارك اللي كانت بينهم وبين المسلمين، وكان نصيب المسلمين دائما النصر 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 النصر. افتكروا بقى الحاجات اللي حصلت معاهم
وخافوا، ومدام الإنسان تملكه الرعب والخوف تأكد أنه لن ينتصر. وبالفعل التحم الجيشان في قتال شديد، وأظهر عقبة وجنوده بفضل الله تعالى من الشجاعة والمهارة ما كان سببا في تحقيق النصر للمسلمين. فرح عقبة طبعا بنصر الله الذي منحه له ولجيشه، وتأكد ورأى الطريق إلى طنجة أمرا سهلا، وسيعينه الله كما أعانه الله في فتح أدنة وانتصاره على الروم والبربر في وادي سهر، بأن الله سينصره كذلك في طنجة. وبالرغم من ذلك طلب من الجنود أن يأخذوا قسطا من الراحة. ليه؟ علشان يستعدوا للبدء من جديد واتخاذ الطريق مرة أخرى إلى طنجة. عقبة بقى كان إيه الراحة بتاعته؟ الراحة كان يراها في أداء الصلاة. الله أكبر، ما أعظم قادتنا وما أقربهم إلى الله. الله أكبر. بكده يبقى انتهى درسنا النهاردة. معدنا إن شاء الله الحصة القادمة مع فصل جديد من قصة عقبة ابن نافع فاتح إفريقية، ونتناول مع بعض الفصل الرابع عشر وعنوانه الزحف على طنجة. كان معكم محمد الهادي، معلم خبير بإدارة أسوان التعليمية. أترككم في رعاية الله وأمنه، وألقاكم دائما على خير إن شاء الله.